شيرمش دوب شاد قلنا على الناير. الناير عادة جميلة وعادة يعني التراث تاعنا السنة الفلاحية الاحتفال، ولكن الشيء الذي تغير اليوم ان الزمن القديم يعني كان يحتفلوا بالمحصول اللي كانوا هما يديروه، ولكن داروا كله يعني يشروه كذا. ان شاء الله يدوم الفرح ان شاء الله. امين. شكرا شكرا. ايه واه صح الله يحفظك. لطفي قلنا لنا يا خويا كلمه صغيره. يا ناير انا باعتباري قبائلي سي تو تافي نورمال احتفال بالسنه الامازيغيه كيفيني بزاف. الحاجه المليحه اللي دارها رئيس الجمهوريه وترسم اللغه الامازيغيه كلغه رسميه، وهذا كان ينتظروا فيه الناس من قديم من زمان كما يقولوا. وتجسد هذه الامور في تعليم اللغه الامازيغيه في الاحتفالات، ولات ماشي غير في منطقه تاع قبائل ولا منطقه تاع الشاويه ولا التوارد اللي يحتفلوا بها، كاع الجزائريين يحتفلوا بهذه التقاليد، وان شاء الله تستمر ان شاء الله في السنوات القادمه. شكرا.